أي حيوان يعني لما يكون مصاب سيارة دعسته ولا تعور بأي طريقة أو بأخرى أو أحد آذاه صعبة حياته حتكون. قد يصل يعني إنه يتعب ويتعب ويتعب ما يقدر يروح ولا يجي ولا يأكل ولا شيء، آخر شيء يموت. فالقضية أنت تنقذه من الألم، تنقذه من المرض، وتنقذه من الموت، وأيضا تعطيه الأكل وتعطيه الماء وتمرضه وتكون سبب في علاجه. ثم إيش يوصلوا مرحلة إنه يجوا الناس المهتمين في تربية الحيوانات بحيث يأخذوا هذا الحيوان ويعتنوا فيه بدل ما يرجع للشارع ويرجع لنفس المكان اللي كان منه وينصدم مرة ثانية ويتعور مرة ثانية. بس وعندهم شروط محددة إنه ما تأخذ هذا الحيوان إلا بهذا الشروط عشان ما تؤذيه وعشان ما تكون ضرر له، يعني يا إنك تفيده يا إنك ما تأخذ باختصار. فحلو هذا الشيء، قضية إنه أهتم بحياة الحيوان، أهتم بصحته، أهتم بأكله، أهتم بغذائه. القضية أحتسب الأجر أمام الله سبحانه وتعالى في هذا الحيوان وفي حياة هذا الحيوان. طبعا هذه في الجرومينج اريا زي ما قلت لك هي تشمل الكل، سواء الكلاب اللي جايه عندنا في الفندقه ولا الكلاب اللي خاصه للزبائن، ترويش وقص اظافر وعنايه بالجلد والى اخره، خوفا ان يكون فيها حشره تيك بنقه ولا حاجه من هنا ولا من هنا. العمليه هذه يعني يتم تنظيف الكلب بشكل كامل او الحيوان بشكل كامل بالضبط. وقص اظافره والشعر والشعر حتى يعني مو بس نظافه زياده زي ما هو تشيك حتى يكون في جرح أيه. يكون في حشرات ممكن يكون في جرح في حشرات بالضبط. في امور معينه فيتم تجنيبه اي خطر معين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم مر ببعير قد التصق بطنه على ظهره يعني من الجوع من عدم الاحسان اليه ومن سوء المعامله له، فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة اركبوها صالحة وكلوها صالحة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ترى من اهتماماته ومما أرشدنا إليه أنه نكون محسنين إلى هذه الحيوانات، محسنين إلى هذه البهائم ونعاملها بعدل ونعاملها بعدم ظلم ولا نسيء إليها. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي، يا تركبها لمنفعة أو انزل. شوف الدقة في النصيحة، لا تتخذها كراسي، جيب لي شعب ولا جيب لي أمة عندهم مثل هذه الأمور مثل هذه المبادئ. إحنا الحمد لله عندنا هذه المبادئ العظيمة في الرفق بالحيوان، لكن ياليتنا نطبقها وإن شاء الله نطبقها يا رب. القضية أنه نشجع بعض ونذكر بعض بهذه الأمور، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كل بس هنا يعني لها قصة ويعني ربما يعني بعضها ربما يمكن لو تركت لماتت بأغلب الأوقات. نعم يعني لو تركت لماتت، لكن إنه يعني وجودها هنا إنه يعني تم إنقاذها وتم الاعتناء بها. وسبحان الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر قصة امرأة دخلت النار في هرة حبستها بالضبط، ما جعلتها تأكل ولا تشرب حتى ماتت فدخلت النار بالضبط. يطلب المدح عطاء أو كرم، وكذا البحر بلا من له من عطاء الدر والصيد زخم. شروق الشمس أسمى نعمة من إله الكون ذي النور الأتم، تاب الدنيا ضياء دائما يبعث الآمال بالفرح الأعم. فابتسم لا تكتئب وانظر إلى حادثات الدار كالطود الأشم، العبوس الوجه يضحى مانعا لقضاء حمى أو كرب ألم.